بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله رسول الله. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، أي علامات الربوبية كلها جاءت على لسان الأنبياء جميعا، فماش علامة نسي أي نبي عليه الصلاة والسلام وأي رسول كريم عليه الصلاة والسلام. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أنذروكم ويحوا على ذلك، خاصةً سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يلحون كثيراً في تذكير اليوم الحساب الذي لا يقين إلا يقين يسوقه وهو أن لا إله إلا الله رب العالمين، لكن اليقين الثاني هو البعث للحساب اللي مش يكون سويفت، يعني سريع، ربي سريع حساب، احذروا هذه السرعة لأنه مش ناكم اللعنة من حيث لا تتوقعون، من حيث لا تشعرون. والسلام علينا أهل السلام.